اهلا بكم من جديد. بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجومنا كابتن محمد عبد الجليل. يا مساء الفل. ازيك كابتن؟ اخبارك ايه؟ انت جاي في يوم مهم لان في قرار بيتاخد في الاهلي لسه اعلن عنه من يعني اقل من ساعه. حلو. في ازمه قندوسي. تمام. مين اللي عرض قندوسي للبيع وعادت هيكله لجنه التعاقدات فيما يعني الكابتن امير ممكن يكون مشي من هذه اللجنه. رايك ايه يا كابتن؟ انا قلت لحضرتك من اول قرار تعيين محمد رمضان ان مش جاي اهزر. اي ملف انت يعني منحاز للكابتن رمضان جدا. مش منحاز، انا منحاز للصح يعني. منحاز ان القرار بيطلع الميزه يعني في القرار رمضان أصلاً. جدا جدا. وراجل دغري فيبقى قاعد في اللجنه شؤون القانونيه واخدين القرار خمس ساعات تحقيقات وموضوعات وموجود. والنادي الاهلي شيء امبارح والنهارده يعني النادي الاهلي كان ممكن يدين حد من الناس يعني. حتى ادانته للقندوسي بشياكه وللبيع خلاص انت اتكلمت مش حلو والمنظومه بتاعت الاهلي مش كده. مشكله القندوسي ان كان جاي كابتن من سطيف نجم هناك، فلما دخل النادي الاهلي لقى نفسه لعيب عادي وفي منه كتير يعني. هو لعيب كويس فعشان كده ما اداش اول سنه وبعدين مشي وبعدين رجع فما لقاش نفسه في النادي الاهلي. الحاجات دي برضو بتضايق يعني. انا جاي نجم فما اعرفش بقى التصريحات صح ولا غلط. بس خد بالك مشي وكان عنده امل السنه دي يرجع لانه تالق مع سيراميكا الموسم اللي فات ففوجئ ان اتصدم محدش قال له بعدم عودته تاني. بالظبط. ده بالنسبه للامير. انا بحترم النادي الاهلي ان هو قال لك عايز التشكيل وما حطوش كلمه امير خالص في القصه. مدان بقى، مذنب مش مذنب يعني. طالما الملف اتفتح وفي ناس كتيره راحت فيه اعرف ان الكلام ده كان فيه كلام مظبوط فيه شويه. وليد الحديدي مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد. اخبارك ايه؟ تحياتي ليك وتحياتي للكابتن. تحياتي ليك. تعليق على الواقع ده على القرار؟ طبعا. الواقعة دي او الاحداث كانت اول اختبار حقيقي لكابتن محمد رمضان، لانه تولى منصبه وكان المفروض يبقى عنده بقى قعدات وخطة وبلان وهنبدأ نظبط. فجات له قنبلة كده من حيث لا يدري، اختبار بجد. لقى في حد بيتكلم عن مسائل تخص زمن مالية وسياسة إدارة وسياسة نادي وفرض أسامي وفرض وكلاء وموضوع كبير، وجاي له لعيب أصلا هو بتاعه اللي هو قندوسي على ذمة النادي الأهلي ومعار، ويجي تصريح تاني من الجزائر اللي بالعيد وأبو بالعيد وأبو ووكيل مش عارف مين وقصة كبيرة لقاها قنبلة. فكان التعامل بتاع كابتن محمد رمضان كان مهم انه نحطه تحت السبوت، والحقيقه هو تعامل على افضل ما يكون. يعني في سياسات تقول لك كتم وخلاص وعدي والتصريح هيتقال ويروح والناس هتنسى، وفي حد تاني يروح واخد القرار على طول اول ما التصريح يطلع عرض القندوسي للبيع او لا. هو فتح التحقيق، راح تواصل مع سيراميكا عايزين قندوسي، تعال حقق معاه كلام مع او في تصريحاته يعني. سمعوا كابتن امير توفيق، حصلت مواجهات، درس الادله او التسجيلات او الورق او كل لم كل ده، وفي الاخر طلع قرار بسرعه جدا. فده مهم يعني، ده يديك انطباع عن الفكر الاداري الكابتن محمد رمضان اللي احنا كلنا كنا قاعدين مترقبين هو هيدير المنظومه في الاهلي ازاي. فانا شايف الحقيقه انه نجح. القرار بقى نفسه وتفاصيله ممكن نتكلم فيه، لكن انا بتكلم عن التناول بتاع القرار والتعامل هايل جدا. سرعه، ادى لكل واحد حقه. والان مش هيعلن تفاصيله يعني، مش هيعلن تفاصيل اللي حدث اكيد، مش كده؟ خالص. الاهلي هيكتفي بالقرار وخلاص بالشويه اللي نزلهم دولت، وان كده خلاص ده مشي وده للبيع وده ما حتى ما حطوش اسمه. لان ممكن برضه ما يمشيش، ممكن يخش شركه الكوره زي ما هو مع المهندس عدلي. يعني خلاص يتهم. ده الشياكه في النادي الاهلي. بس في نقطه كابتن، ان السياسه اللي الدكتور بيقول عليها ان رمضان اتحط تحت سبوت، لا هو ده شغل طارق سليم الله يرحمه. ان مشكله مهما كنت انت مين ولا لعيب كويس خلصت. هي دي السياسه بتاعت زمان بتاعت النادي الاهلي اللي بيقطع على طول، مش بيدي مساحه او مش بيدي وقت او مش بيطلع قرار على طول. حتى المشكله كانت ايام ساعه الجواب والوداد، انا حسيت الموضوع اتعاون، ما خدناش حق ولا باطل. اول قرار يتاخد فيه بسرعه. البلبله بتاعت الحديثه كابتن بتاع القندوسي كان فيه يومين كده بلبله، ولو اتثبت اكتر من كده وزمم وحاجات قصة كبيرة. هتفتح ابواب كتيره. فالنادي الاهلي طب هروح لكولر واستسلامه لقرار
الكابتن محمود الخطيب بتولي الكابتن محمد رمضان مهمه المدير الرياضي ومن صلاحياته كل مهام مدير الكوره. الراجل كان رافض الاول من شهر وهو يعني اصر يبقاش في مدير كوره والاهلي استجاب، لكن الكابتن خطيب لما لقى الدنيا بتفك جه قرات عينه. تصورنا ان كولر ممكن يقاوم شويه لكن ما قاومش، رايك ايه السبب؟ لا ما هو ما قاومش عشان الماتش الاخير ده الخبطه اللي خدها على دماغه كانت تقيله، هو كان فارد ريشه قوي. طب ليه تقيله؟ ما يعني بطوله من ضمن البطولات يعني، ولا لا هو ليه توابع هو ولا عشان من الزمالك الخساره؟ دي نمره واحد طبعا، انت عارف ان السنه اللي فات خسر من اتحاد العاصمه وبدا ما كانتش باينه وخسر دوري السوبر بعدها لو تفتكر. ماشي بس انا هقول لك هو يعني خسر بطولتين ورا بعض، فاكر دوري السوبر؟ فاكره بس هو كولر كانش لسه فرد ريشه، انما مشوا سيد عبد الحفيظ حاضر، مشوا محسن صالح حاضر، مشي خالد بيبو حاضر، فابتدى يفرد. وماله مالك كابتن محسن؟ لا انا قال لك انا مش عايز حد من لجنه التخطيط، كان مشكوته منهم كتير يا كابتن اللعيبه. كابتن مختار لجنه ما موجوده، ما كابتن مختار حل. بتكلم على محسن صالح شخصيا يعني، هو الراجل كان عنده تحفظات، وكان عنده تحفظات على سيد، وكان عنده تحفظات على بيبو، فالراجل وفوا له كل حاجه. معلومات عندك يعني موضوع كابتن محسن ده؟ طبعا، ما هو كان دايما يطلع، مش عندي انا بس، ما كان دايما عنده مشكله التعاقدات متاخره. مين اللي بس كابتن او لجنه التخطيط؟ ما سمعتهاش دي بتاعت كابتن محسن دي. امال هو مشي ليه كابتن محسن؟ لا مشي ليه؟ ده هو الراجل استقال يعني، اكتفى بالفتره. لا ما هو زكريا لسه موجود زي ما هو، وسيد مشي ليه؟ خالد بيبو مشي ليه؟ لا الحاجات دي كلها كولر ليه يد فيها، ومع الاداره ساعدته لان النتائج كانت مبهره وكاس رايح وكاس جاي، فاللي هو عايزه هيتنفس. يعني بعد الماتش ده تخسر السوبر الافريقي يعني، يعني يعني انت ده شايفه ده يعني هز صوره كولر؟ مش هز هو مذبذب شويه، عايز اللعيب ده لا خليه، مشي بيرسيتاو لا ما تمشيهوش دلوقتي، كذا لعيب عندي تحفظات عليه في رضا سليم، رضا سليم لما كان جاي يا كابتن كان جناح طاير، كان كويس قوي، فضل مهمده وما بيلعبش كتير ورضا بقى. بس كسبان كل البطولات دي يا كابتن ممكن تتهز صورته بمجرد انه يخسر كاس السوبر الافريقي؟ ما انا بقول لك ولا لانه خسر قدام الزمالك رد الفعل كان اقوى؟ ما هو خسر اتحاد العاصمه وعادي مرة الامور. ايوه ما هو لما يخسر من الزمالك وياخد كل السلبيات ديت، وهو كان ليه قبل كده زي بقول لك توابع، عايز يستفرد بالكره لوحده، وعايز يمشي الاحتراف اللي في دماغه هنا مع اللعيبه، لقاها بتفك منه. او الاداره بصت، عارف لو المكسب كان جه في ماتش الزمالك ولا ما كنا شفنا لا رمضان ولا شعبان ولا كان حاجه اتغيرت، وكانوا هيروحوا يفتتحوا محلات، وكانت هتفضل زي ما هي. وانت بقى لك بطولات بتكسبها كتير وفي حاجات غلط كتير في الاهلي، فالنهارده لما ياخدوا قرار صح تحترمه. حاجات غلط كتير؟ امال ايه الجمله دي؟ لا ما هو تكسب قبل كده بطولات وحاجات غلط كتير يعني، ما فسرها لي. طيب الغلط في الكوره مش غلط شخصي يعني، مثلا كهربا مش فرح اخته، لا مش مسافر، لا قاعد، طيب كهربا لا مش متمرن بعد التمرين، كل ده شغل مدير كوره واداره مش مدرب بس. قبل كده برضو خناقه مع احمد عبد القادر ولا ويمشي ويقعد، بس ده طبيعي بين المدرب ولاعيبته، ما ده طبيعي في الكوره. بس لازم الطبيعي ان واحد في ظهرك يلم يلم لك، انت مشغول بالناس دي ومشاكلها ولا مشغول بالملعب؟ ما كان موجود كابتن خالد بيبو لغايه يعني برضه انا حسيت ان خالد بيبو كان كولر مهمشه خالص او مش مديله وضعه، بدليل ان خالد بيبو يا عيني انا حاسس ان هو اتظلم او اتحرق زي وائل جمعه لما مسك شويه النادي الاهلي، ما خدش السبورت جامد برضه من المجلس يعني، لا وائل خد السبورت جامد ولا بيبو. انت يعني انت النهارده رمضان واخد كل السبورت منين؟ من النادي مصر كلها. طب هل انت يعني انت قصدك ان اهتزاز صوره كولر بعد مباراه السوبر الافريقي هي السبب انه استسلم للقرارات اللي خدتها الاداره خلاص؟ يعني انا حاسس لأ مش وقت انك تتكلم، انت مش في احسن، مش في اقوى حاجه ليك يعني. بالظبط كده. وليد انت موافق يا كابتن؟ بص انا متحفظ ان في اهتزاز لصوره كولر، يعني كولر لحد دلوقتي محقق انجازات تاريخيه، هيكون من الصعب هو نفسه يحققها تاني او اي مدرب يجي الاهلي يحققها تاني، لدرجه ان الناس قالت انه تخطى حتى في الانجازات مانويل جوزيه المدير الفني التاني. وده حقيقه، ودي حقيقه، ده بالارقام. لكن الاداره، اداره الكوره في نادي زي الاهلي
الموضوع مش سهل خالص، بمعنى انه الموضوع زي السياسة كده، يعني هي مفاوضات طول الوقت مين يقدر ياخد اكبر مساحة ممكنة، بمعنى انه في ادارة بتاعت كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته وفي مدير فني، في الاخر كل طرف عايز المنظومة تنجح، لكن كل واحد ليه فكر ينجحها ازاي. مؤكد ان اداره النادي الاهلي عندها سيستم طول الوقت ان هي لازم يكون في مدير كوره، ومدير الكوره هو الممثل لفكر الاداره في الفريق، وهو اللي بينفذ التعليمات والانضباط والسيطره وخلافه. لما بتيجي في وقت بيجي مدير فني محقق لك كل النجاحات والارقام دي ويقول لك والله انا مش عايز مدير كوره، انت كاداره هتتجنب الصدام اكيد، ولما تيجي تقيسها كده تحسبها، هو انا لو جيت فرضت وقلت لازم مدير كوره وهو قال لي انا امشي، هيبقى الوضع ايه قدام الجماهير او وضع استقرار الفريق ايه؟ ده راجل مكسبني 10 بطولات، مكسبني كل حاجه، لما يجي دلوقتي عشان حاجه صغيره زي دي ويمشي ويسيبني وتحصل هزه في الفريق قدام الجماهير، مين اللي هيكون مدان؟ مؤكد الاداره اللي فرطت في مدير فني عشان قصه مدير كوره، فالاداره كانت مضطره انها تستجيب لرغبه كولر، لان كولر كان في موطن قوه او في مركز قوه ما كانش ينفع ساعتها تحصل هزه تبوظ الفرقه. لكن بعد ماتش الزمالك، وعشان هو الزمالك وخساره طبعا كبيره في كاس السوبر وخساره البطوله وكذا، الاداره لقيتها فرصه، لان هي مش علشان تكيد في كولر ولا عشان تعمل حاجه تضايقه، لكن علشان تحط السيستم اللي الاداره نفسها مؤمنه بيه طول الوقت. يبقى لما وافقت لكولر ان مفيش مدير كوره كانت الاداره ما كانتش مبسوطه بالقرار. اكيد مؤكد ده مين، والدليل انه مع اول بس مش هز، هي مش هز يوم. هي مش هز فاتش 20 يوم مع اول تغير في مراكز القوى الاداره على طول حطت، ومش حطت بقى ده حطت مدير رياضي بصلاحيات كامله بباور كامل، اللي هي اصلا فكر الاداره. انا شايف ان الموضوع مش تحدي لا اداره النادي الاهلي بتتحدى كولر ولا مين بيفرض على مين القوه، هو في الاخر الاثنين عايزين ينجحوا، بس كل واحد ليه افكار. كولر جاي من مدرسه اوروبيه، فيش حاجه اسمها مدير كوره، المدير الفني هو اللي بيسيطر على حاجاته، والمدير الرياضي، لان هناك سيستم، هناك اللاعب بينام ويصحى، مش محتاج حد يقول له انت سهران ولا مش سهران، مش محتاج حد يقول له انت في الويك اند بترجع البيت الساعه كام، ده حقوق الصور، ده لو مبابي تصور صوره ولا هالاند ولا صلاح ولا حد تصور صوره في قدام محل، النادي هياخد عليها حقوق، واللاعب هياخد عليها حقوق، والمحل لو نشرها على صفحته هيدفع. يعني السيستم لاداء التفاصيل بره في سيستم الناس عارفاه، لكن هنا في مصر او في الدول العربيه كلها الموضوع عايز ضبط. كولر مؤكد انه مش مستوعب كل التفاصيل دي، بس الاداره في وقت ما كانت مضطره ان هي تستجيب ليه، لكن جه وقت الاداره او حست انه لا الموضوع هيبوظ لو سبناه بقى، حتى لو كان على حساب كولر. ودلوقتي في اللحظه دي جماهير النادي الاهلي لو لا قدر الله طبعا بلسان حال الجماهير، كولر رجع من سويسرا قال لهم يا انا محمد رمضان في الفرقه، لو اداره الاهلي ساعتها قالت له شكرا محمد رمضان، جماهير كانت هتقف في ظهر اداره الاهلي بدون واحد يعترض. لكن لو كان ساعه ما كان الاهلي واخد السوبر والدوري ودوري ابطال افريقيا وثالث كاس عالم للانديه، لو كانت قالت يا مدير كوره يا تمشي وكولر مشي، كان هيبقى فيه هجوم على الاداره. هي دي السياسه، وده الموضوع مش سهل زي ما احنا قاعدين بنتكلم او حد بيكتب على السوشيال ميديا. يعني ربنا يكون في عون مدير او رئيس مجلس اداره نادي بحجم الاهلي وكمان مدير فني، فانا شايف ان الموضوع مجرد ترتيب اوراق في الدنيا تمشي ازاي، وذكاء من كولر انه يعني ايه لين ومشى الامور، لانه يعني بعد هزيمه الزمالك مؤكد انه كمان حس ان في حاجه في الفرقه محتاجه تتظبط. اتمنى ان تكون دي قناعات كولر، لان الاهلي داخل على تحديات محتاجه يكون في تعاون ما بين كولر ومحمد رمضان. كابتن عبد الجليل، مين اكتر حد في فريق النادي الاهلي، اكتر لعيبه يعني هتستفيد من وجود كابتن رمضان؟ لو سمعوا الكلام اكتر لعيب هيستفاد من وجود رمضان لو مشي على التراك صح إمام عاشور. طبعا لو مشي بدماغه زي الفترة الأخيرة مش في النادي الأهلي كده، لو سمع كلام رمضان والتزم، وأنا بقول لك بعد القرار دوت اللي نزل الأخير ده كذا لعيب دلوقتي قاعدين بيصلوا، فين كده بيصلوا، يخش يقول له الله أكبر، سبحتك فين يا معلم. أنا بقول لك اللعيبة أذكياء، بيقيسوا اللي قدامهم، بيشوفوا أول قرار هياخدوه إيه. فلقى دبح قال لك لا ده هينزل علينا، فانا عارف اللعيبه بتفكر ازاي، فدي هتظبطهم شويه. اللي هيتعوج هيتفرق. انت ما كان حد بيدبح قدامك كنت تقول الله، ما هو داخل على مثلا ايه هيحطوا السكور و20 سنه الله، ويقول لك ده بيصلي كويس بتاع ايه ندخله جوه السكور. انت كنت بتعمل كده لما لا طبعا لما تلاقي حد بيدبح
في خناقه، في ضرب، في ناس هتمشي من النادي، في مصايب، انت مستخبي، تقعد بقى في الجامع ليل نهار والله، يقولوا لك مش عارف، اقول له حاضر. لعيب ذكي، انما لما لقى الدنيا سايبه كانوا، كان كله بيروح. طيب. في لعيبه مش في الصوره بتروح تسهر. طب في قرار صدر النهارده بسبب امام كمان، لانه امام بي 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 بيشتغل مع مدرب احمال خارجي ومدرب احمال بيراميدز، بيحاول يعني يزود من شغله يعني بدنيا او في الجيم او الكلام ده. الكلام ده ما عجبش كابتن رمضان، لانه قال لك انه احمال النادي، انت بتضيف احمال على الاحمال اللي هي محسوبه ك ك ك طبعا استراتيجيه للنادي او كشغل للناس بتوع الاحمال، بقياسات بتاعتك بتقول انت محتاج احمال كذا وكذا، فانت لما تزود مش حاجه اسمها كده. لا طبعا مش بمزاج، ده عندنا في الناشئين يا كابتن مانع اي واحد يعمل برايفت بره او حاجه، ليه؟ هو بيتمرن مع الفرقه وليه حمل معين، انا مانعين الكلام، فما بالك ده فريق اول متمرن. ولو محتاج انت هتعرف وتديله بالظبط، مش هتستنى اما يروح بره. ايه لا بره ايه، ما هو ده شغل. لو انت امام عايز تزود، الراجل المعد البدني معاه، زود معاه، زود معاه، اشتغل لوحدك في الجيم. بتاع بيراميدز افضل كونك تروح له بالظبط، وبعدين نادي منافس ليك هتروح، يعني حاجات كتيره. فهو خد قرار. عمرك شفت محمد صلاح بيروح يعمل مع معد بدني في مانشستر؟ لا بس صلاح بيشتغل مع نفسه، عنده حد مع نفسه أكيد. مع مدربه مع الكتيبه بتاعته. هو موضوع المعد البدني برضه البرايفت دي مش بدعه، يعني موجوده في العالم كله بس بتنسيق. يعني بمعنى ريال مدريد مثلا عنده انطونيو بينتوس، ده راجل ايطالي احسن معد بدني في العالم، في العالم يعني. هم ريال مدريد اي حد احسن في حياته ده حقيقي. هم ما هو دي شطاره كل إدارة. حاجه احسن حاجه في العالم شطاره اداره بالمناسبه. يعني بيريز لما جدد لكارفاخال النهارده، لما وده برضو حركه زي بتاعت علي معلول كده، يعني عارف هي نفس الاهلي عمله مع علي معلول، نفس فكره عمله بيريز بيقلدوا الاهلي كده. معقول ريال مدريد بتقلد الاهلي؟ نفس الفكره. ايوه امال ليه ما استقيتش ليه؟ بيقلدوا الاهلي؟ امال ليه؟ ماشي احنا لاعبين ماتش مع بعض وهم كسبنا بالعافيه باين. ده انتوا اللي كسبتوا. صنداي صنداي فاكر؟ الاسيست حسام غالي. ايوه فلازم واحد صف بزيدان ببيكهام بروبرتو كارلوس بكله يعني. بس هم ودوهم الهرم الصبح فرموهم الصبح في الظهر برضه، خلينا نقول يا نهار اسود ده رجعوا من الهرم على الماتش حتى ما اتغدوش باين ولا ايه؟ نزل ده فيجو ما كانش زين زيدان كان بيلعب. اما فاقوا في الاخر بقوا ديب بكور في العارضه وتتلت، فاكر انت في الماتش ده؟ وتيجي في الحضري، تيجي في الحضري. طب يعني 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 ريال مدريد بيقلد الاهلي في موضوع كارفاخال ده، مع الاهلي اللي عمله مع معلول، وصل لهم يعني الاهلي عمل واجب، وكارفاخال شال النادي وابن النادي، واحتمال برضه يشتغل في قطاعات الناشئين هناك وما يصحش كده وما ينفعش كده، والراجل تعب معاكم وعمل اسيستات كتير. لا اصل كارفاخال جاله صليبي الماتش امبارح. ده بعدها ب 10 ساعات ولا 12 ساعه راحوا مجددين. اول ما اعلن رسميا انه صليبي اعلن تمدد عقده سنه. بص عقده كان يخلص بنهايه الموسم ده. هو بس برضه كارفاخال من ولاد النادي ومن ناشئين نادي ريال مدريد ومن الناس اللي يعني، فدي ممكن تبقى برضه حته بس حركه شيك بتفرق مع اللعيب الحاجات بتفرق. بس في اوروبا ما فيش الكلام ده، ما اعرفش يعني. وحتى والله ريال مدريد ما عندوش ده دايما. ده عامل مدريد ما عندوش قلب اصلا. ايوه يعني هو شكرا يعني ما هو ده اللي مستعجل منه، ما عندهمش هزار، مفيش تفاهم. هو الاهلي ما عندوش قلب ده، رونالدو لا القلب الرغم كده عمل ده مع معلول. الاهلي كان زمان ملوش قلب. لا الاهلي كان ما عملش غير مع معلول كده. لا 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 عمل رجع ناس ومشى ناس وقعد وفرصه ومره واثنين وثلاثه، لا وهات كهرباء وادفع له مش عارف ايه في حاجات كده. الاهلي ساعات بيبقى قلبه حنين شويه، زمان ما كانش يعني. خلينا نقول ريال مدريد اهو دلوقتي رجع زي ما عندوش قلب دلوقتي، ماشي ده ومشي ده على خلصت. ده يعني ريال مدريد يقلد الاهلي في تمديد عقد كارفاخال سنه. ما هو مش بيقلده ولا ما قلدوش يا دكتور؟ قلده طبعا. بس كده خلي بالك معلول جاب جون في ريال مدريد في كاس العالم للانديه، فهم برضه عارفين. ماتش 4-2 والله العظيم معلول ده لو يعني بعد الشقه لازم يبقى موجود معانا، وبعد ما يخلص يشتغل في النادي والله العظيم. اصل انا كنت معايا كابتن خالد جدالله فكنت بساله، هو ممكن معلول لما يبقى كويس يلعب وينج قدام عطيه الله؟ يا عطيه الله يا لا الكلام ده من 3 سنين. دي فكره عبقريه جدا. لا من 3 سنين يا ريس. لا وينج يلعب وينج فبيلعب من 3 سنين كان يلعب وينج. ايوه انت هو كان بيلعب باك، معلول كان مرمي قدام وينج ليفت يعني، فكنت لاعب واحد القوه الهجوميه لعلي معلول لما يرجع من الاصابه. هل الاهلي هيبقى عنده 2 باك ليفت اجانب؟ صعبه برضو دي. لا معلول صعب يرجع كتير. ليه؟ ده وتر يعني ليه صعب؟
هو طبعا معلول بيرجع تاني. معلول كل لعب بسرعه. كان الصليبي بيرجع مش الصليبي ده اقوى اصابه المفروض. لا لا الاكيلس ودي برضو الوتر صعب. الوتر اللي شايل الجسم كله يعني. طب في لعيبه كتير جاله وتر. في لعيبه طبعا ووارد ان علي معلول بيلعب ازاي؟ لعبه ايه؟ سبرنتات والفنتات الصغيره. ايوه لعيبه كتيره جدا. اتمنى يرجع. انا يعني اكره بس انا بقول لك هيبقى صعب كتير. مصطفى محمد تقريبا، احمد حسن في مجده. اه في اكتر من في لعيبه كتير جاله. جنش نفسه جاله الوتر اكيد. اه في لعيبه كتير جاله وتر ولعبت عادي. اه وحشه وصعبه. اذا رجع لمستواه خلينا نقول كده طبعا عشان يبقى كلامنا فكره طبعا ممتازه. عطيت الله هو من فوق. فاكر جلبرتو ما لعبوه مره من فوق فتره مع سيد الله يفتح عليك. كان سيد تعطيه هو جلبرتو داون جريف ويعملها وعشان كبر في السن برضو الاصابه ممكن ما يرجعش برضو بدنيا اقل شويه عليك. لا فكره والله طبعا طبعا. يعني هل ممكن فكره زي دي تخلي الاهلي ما يجيبش زيكو مثلا؟ وارد بس هي دي هيضطر كولر بقى يغير كمان التكتيك بتاعه لان كولر بيعتمد ان الجناح يدخل لجوه. على عكس مثلا زيزو في الزمالك، يعني زيزو في الزمالك عز تالقه بدا يبني اسمه لما كان بيلعب على الخط وبيعمل الكروسات لمصطفى محمد وكان بيعمل الحاجات دي. فجناح الخط مهم جدا بس بشرط ان المدير الفني يبقى ده فكره يبقى ده التكتيك بتاعه. لكن علي معلول كامكانيات يلعب طبعا جناح. بالعكس ده هو وهو باك زي ما كابتن عبد الجليل كان بيقول هو كان طول الوقت طاير ومتغطي من تحتيه. يعني هو حتى لما كنا بنحط ملاحظات على علي معلول بنقول في الدفاع والتغطيات العكسيه حتى عطيه الله بيدافع افضل لكن علي معلول بيهاجم افضل. بس خد بالك تبقى محتاجه التركيبه بتاعت كولر تتغير ولا صعب يبقى بتاعت كولر صعب والله صعب يكون في خمسه اجانب منهم اثنين باك ليفت. باك ليفت لان الاهلي طالما كولر جاب عطيه الله خلاص. الاهلي كمان محتاج فيرود اجنبي ومحتاج جناح على الطرف. محتاج جناح على الطرف زي ما قلت لك. رضا سليم بعيد مش حاسه. طاهر مش اللي يعمل لك الفرق. فيش غير حسين وبرستاو ودول انا برضو يعني حتى هبقى قادر مشي الاثنين دول حتى لا. طب لو كانوا وحشين في ماتش الزمالك الاثنين اتشل الاهلي. اتشل خلص برافو عليك. مفيش وسام ده مش موجود انا مفيش حاجه بتجيله. شوف الاهلي بقى فايق ازاي لما الاثنين دولت بالذات بيبقوا فايقين. يا خبر ابيض بيبقى الشغل كله في الحته دي بيروحوا كتير. ايام كهرباء ما كان بيجيب اجوان كان الثلاثي ده بيكسر الدنيا زائد الستاره اللي ورا. انما النهارده لا اللي اترفع عطلانه في ناس في نص الملعب عطلانين. الفرود مش جاي له حاجه. الباكات نفسها جالهم شغل كتير فبيتعبوا. انما كابتن انا بقول لك كولر طالما جاب عطيه الله وايده يبقى مش في دماغه صعب. عالي قوي صعب. يعني مش حتى وان كان كابتن رمضان عمل الخبر يعني عمل تصريح انه تقدير لعلي معلول. لا هو تكريم وانه لما يرجع علي معلول هيشوفه ويقرره. بس هو الراجل برضه كان واقعي قال لك احنا كلام انه المفروض ينزل الملعب من شهر 11 فاحنا كنادي اهلي التزمنا والدفاع بنعالج معلول وموجود معانا وبنتكلم في السنه وكل الكلام ده. بس لما ننزل الملعب في شهر 11 ساعتها الملعب هو اللي هيحكم قرار يصدر بناء على اداؤه. وده شيء محترم طبعا فير. بس مش حد محمد انا اقصد النادي الاهلي عمل اللي عليه ادبيا واخلاقيا مع علي معلول. لكن في الاخر ولا علي معلول نفسه يرضى انه يكون موجود في النادي الاهلي تكريم. لازم يكون موجود. هو الراجل مش يعني الاهلي لو في عاطفه او حاجه الاجانب ما عندهمش يعني خلاص انا ده وكده. طب انت كنت بتسال على زيكو يا كابتن يمشي مع الاهلي يا دكتور؟ يعني بص انا مش شايفه حاليا لعيب اهلي. مش شايفه صح. يعني انت عارف لو زيكو مثلا كان يلعب لعب منتخبات وشفته في منتخبات سيبك من النادي الجماهيري ولو اني كنت افضل يعني ان اي نادي اي لعيب يلعب اهلي وزمالك يكون جاي من النادي الجماهيري يكون انت عارف لو عبد الرحمن مجدي اقول لك كان يتحط في الاهلي يتالق كان ممكن مثلا يعني. لكن زيكو انا ما شفتوش مع منتخبات. اشتغل طبعا كويس مع زد واشتغل كويس مع هو لعيب كويس اوكي لعيب كويس كمان. بس انا مش شايفه لعيب اهلي. يعني لو جه مش هيلعب اساسي ولا لا. هيبقى رقم اثنين حتى وممكن يتحرق وممكن يبقى هو ظاهر دلوقتي. يعني زيكو من احسن اللعيبه دلوقتي في زد بامانه وهدافه في ناس كتيره زيه راحت الاهلي او الزمالك وما مصطفى بنوت. سعد ميسي ما كان مكسر سعد. الدنيا وقبل ما يجي الاهلي في سيراميكا ولما جه الاهلي ما في ورجع تاني لما راح زد بيلعب وتمام. احمد ياسر ريان هنروح بعيد ليه؟ بيجي الاهلي بينام يجي سيراميكا الاهلي لو عايز شادي حسين شادي حسين طبعا. انما زيكو مهاريا كويس وايه انما في الاهلي مش هيخش الترس بسهوله. بص يا كابتن برضو مش كل مره يعني شادي حسين ما صابتش حسام حسن ما صابتش مصطفى سعد ميسي مروان عطيه صابت مروان جاي من الاتحاد مروان مش حريف الاتحاد مروان مش حريف ومهاري تألق برضه في نادي جماهيري وتحت ضغوط
وكان بيلعب والمدرج مليان وكان متألق. يا جماعه دي مؤشرات يا جماعه اللي انت شلت ترس اسمه حمدي فتحي نفس الستايل مروان، ما مروان مش مبدع مش حريف. عمر كمال، عمر كمال برضه جاي من مودرن يعني برضه لعيب مصري ويعني ولعيب منتخب، لعب منتخب قبل ما يجي الاهلي يعني. زيكو ما شوف انا ما شفتوش في منتخبات يعني. انا اخاف عليه يتحرق. في اصله هيجي الاهلي هيجيب صفقه ليه؟ مش عشان تدعمه يعني. انت هتجيب صفقه عشان تلعب، تحطها في الملعب تلعب. زيكو في الحاله دي طبعا ممكن يتألق. انا يعني ما بتكلمش ان احنا حكمنا حكم نهائي، بس احنا بنتكلم على التجارب اللي حصلت قبل كده. دي هو بالظبط بالظبط. طيب. اكيد في بوست عمله امام عاشور هطلعه لكم وبعدين نتناقش فيه بعد الفاصل. خدوا الحقيقه موقع العاصمه وبيسال نفس التساؤل اللي كنت عايز اساله بعد قرار استبعاده من منتخب مصر. امام عاشور عبر ستوري انستجرام ماذا يقصد؟ اذا رفعت الايادي تساوت الرؤوس. نطلع فاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نتواصل مع حضراتكم. انت بتكلم نفسك طول الفاصل. ما انا مش فاهم. اذا رفعت الايادي وجفت، لا بقى برضو عايزين نفهمها. تساوت الرؤوس جفت. تساوت الرؤوس ايه؟ ما انا لو رفعت ايدي برضو الطويل طويل والقصير قصير رفع. ما انا مش فاهمها يعني. امام هوضح. امام قصده على ايه؟ دي حاجه قديمه ولا خد بالك دي حاجه بقى لها شهرين ثلاثه يعني ولا حاجه. يبقى ان شهرين حد اترفع منه الايادي فبقى زيه بعض كلهم. حد ايه؟ حد اترفعت عنه الايادي فالروس اتساوت. شوف امام كان عنده خلافات مع مين الفتره اللي فاتت، وحد رفع ايديه فبقوا زي بعض. حد رفع ايديه ولا اترفعت عنه الايادي؟ مش هو قال لك اذا رفعت الايادي و... الله اكبر. انت عمت انا مش فاهم لها معنى. طب حلها لي انت يا دكتور. انت عمت فكرتني يونس الشلبي في مدرسه المشاغبين. هو ابدا انت عيد تاني وانا هقول لك اهي. ايوه هشاور عليها. ايوه انت هو مين اللي ايه ولا فين اللي قال ولا هو مين اللي اتكلم ومين اللي زعله وانت اللي قلت ولا هو اللي قال؟ والله الله يرحمه بقى يونس الشلبي. صح. طب انت اللي قالها صرفه. انت قلت رايك ان حد كان مسنود مثلا الله يفتح فبقت زي كله تساوت الرؤوس. انت عارف الحصانه لما ما تجيش غير كده. طب انت ايه شايفها يا دكتور؟ اعرف ولا فاهم الموضوع. طيب هروح للزمالك. محمد صبحي جاهز للسوبر الافريقي، هل ممكن عواد ما يلعبش بعد اللي عمله في ماتش الاهلي في السوبر الافريقي ولا حرام بقى؟ لا حرام واشك وحرام بقى. ده الواد عواد ده بقاله مرتين يعلى ويدوسوا عليه او يحصل حاجه فصبحي. حتى الشناوي ده مره ركب فهو دلوقتي احسن فترات. محمود الشناوي الصغير هم كانوا لسه في مرحله تجديد العقد وكانوا واخدين قرار مش هيلعب الا ما يجدد عقده او يمشي. اوكي بس هو لعب فتره عواد قبل كده برضه حصل حاجه وقعد تاني يعني. كنا بعد ماتش السوبر صعب يقعد. لا صعب خالص. صعب. وحتى صبحي جاهز فين؟ انا ما اعرفش صبحي يعني. صبحي يعني خلاص الاسكان عنده اصابه جات له قبل الماتش على طول وبقى كويس. ما اعتقدش. هو الراجل كان مقتنع ان صبحي الحارس الاول بالنسبه له. دلوقتي اكيد مقتنع ان عواد الحارس الاول. ما الاجانب كده. ما احنا عندنا مثال الشناوي ومصطفى شوقي. في الوضع في الاهلي مختلف. يعني انا كنت عايز اضرب المثل ده بالظبط. هو المفروض ان مركز حراسه المرمى اللي جاهز واللي ركب واللي متالق يكمل. الوضع في الاهلي كان مختلف لانه محمد الشناوي وضعه مختلف. محمد الشناوي حارس مصر الاول، فحتى لو اتصاب زي ما حصل في ريال مدريد كورتوا ما اتصاب في فتره طويله جدا ولينه لما الراجل كان متالق ومكسر الدنيا. ده اول ماتش على طول لعبه. اول ما جهز انا نزل الملعب لان فعلا مركز حراسه المرمى والتاني كان مكسر الدنيا. كان مكسر الدنيا وكسبان بطولات وكسبان كاس كل حاجه. لا ودوري ابطال اوروبا الفاينل لعبه كورتوا. وكاس عالم كل حاجه يعني. الراجل لا الفاينل لعبه كورتوا. دوري ابطال اوروبا الفاينل لعبه الفاينل الثاني البطوله كلها بالظبط. نفس اللي بيحصل. لكن وضع الزمالك مختلف يعني. الشناوي ومصطفى شوبير حاجه مع كل طبعا الاحترام للي عمله مصطفى شوبير ويستحق يكون اساسي، بس وضع الشناوي مختلف. لكن في الزمالك محدش فيهم في حاله الشناوي يعني. قريبين من بعض. معلم قوي يعني. حتى لما الاثنين كانوا عاليين كنت بشويه صبحي يلعب شويه يحصل اخطاء مش كبير بينهم. صح. يحط عواد. صح. فحتى المدربين الزمالك جوميز واللي قبله ما كانش عندهم قرار مين حارس الزمالك الاساسي. فاللي عمله عواد يخليه يكمل بصراحه. حتى لو صبحي جاهز مش حتى لو صبحي جاهز. وصبحي برده ما كانش مقنع قوي الفتره اللي كان فيها اساسي هو، بس عشان عواد كان بعيد. طب اقول لك مفاجاه. بوبنزا
بتاع رومانيا ده اللي هو ماله تاني ده اجاي اسمه ايه ده اللي الزمالك اجوجو، ما ده اجوجو الجديد بتاع العصر ده. فاكر اجوجو قعدنا سنتين مستنيينه برضه، وقعدوا يستنوه على صلاح سالم والورود ما جابش كورنر. انا عايز يجيبوا الولد اللي جبته انت في الانترو ده، مش بوبنزا، مين ده اللي قاعد يجيب في جاري ده لاعب كبير قوي كابتن، ده منين ده؟ ده انجليزي نيجيري، ده لاعب منتخبات انجلترا كلها، ده لاعب في ارسنال كابتن، ولعب باكاديميه ارسنال ولعب في ليفربول 8 ماتشات مع محمد صلاح. بس انا حاسس ان الحاجات دي متركبه، ده في ترقصات بيرقصها وهو واقف بيلف حوالين نفسه، ده جامد قوي. بس الواد ده ما بيلعبش من سنه 22، حاجه غريبه جدا، بلمس ما لعبش ماتش من 22 اغسطس. امال مين اللي كان بيعرض عايز يجيبه؟ وعنده الزمالك، ده جاي الزمالك، جوميز عايزه، جوميز لعب معاه. بس الاداره لما شافت ال قالك بقى له 30 مبطل بقى من اتنين اخر ماتش لعبه 22 اغسطس 22، ممكن يكون اصابه حصل له حاجه. والغريب ان هو فضل لغايه ريدنج اسمه النادي بتاعه ريدنج. لغايه يناير اللي فات سابه، بس ما بيلعبش من يناير لغايه دلوقتي، ما لعبش في اي نادي. لا يبقى في حاجه، اصل واحد بالامكانيات دي والمهارات دي يا كابتن اكيد في حاجه، اكيد في سر. لكن طبعا ده يقعد سنتين ثلاثه ما يلعبش، امال مين اللي يلعب؟ ده بص عامل ازاي، وما يضرش الزمالك، يختبره طبيا ويشوف حالته ويجرب الكره كابتن بطريقه غريبه، ما اعرفش لا في حاجه خساره يعني. هو بيلعب بلاي ميكر تحت راس الحربه يعني، بيلعب في مركز 10. هو ده مش تقول لي بوانزا ده لو جاب طب بلاش، حتى لو هو بقاله سنتين ما بيلعبش وهيجي برخيص، ولو اتحط له برنامج قوي ويشتغل عليه اكيد ده يعني شويه المهارات دي هتفرق. عنده 27 سنه يعني لسه صغير. يعني مودست لما جه الاهلي خد في مقلب، مع انه كان لعيب كبير وفي نادي انديه كبيره، بس 35 سنه. لا مودست كان مبطل وقاعد في فرنسا على البحر، الراجل قال له تعالى اقعد معانا شويه. الزمالك اتعلم من تجربه بس ده صح. غير مودست ده عنده 27 سنه. لا وباين حتى كابتن يعني ده قصد ده عزه لو سليم بدنيا ما عندوش اصابه كبيره، ولو اخلاقيا كويس كل ده لازم يدرس، ممكن يكون استبعاده ليه، فلازم كل الملف ده يدرس لو كده، وحتى بعيد عن مستواه حتى لو مركوم، ممكن يكون في لعيبه كتير كويسه بتتركن وبتروح. محمد عبد القادر ما كانش اساسي في الاهلي وراح اساسي في الدوري القطري وبيجيب اجوال، في لعيبه كتير بتبقى خلاص مش راكبه الكيمياء مع المدرب، لكن محتاج لو درس. صعب انك تقول من 22 اغسطس سنة 2022 لغاية اكتوبر 24 سنتين وشهرين ما لعبش كورة كتير، لو ما فيش سر هو قال لك لو ما فيش قوي. وبعدين من يناير لغاية دلوقتي ما فيش نادي في العالم ضمه فري، هو النادي بتاعه سابه في يناير، انت بتتكلم في اكتوبر بقالك 9 شهور ما فيش نادي ضمك، يعني برضه لوغاريتم طبعا. هو اكيد ما انا بقول لك لو ما فيش سر، بس اللي احنا شايفينه لعيب طبعا كويس. لا حاجة كويس اللي يلعب في دوري انجليزي طبعا درجه ثانيه. وبوانزا ده لسه في كلام ليفربول، ما انا بقول لك بس فتره قصيره، لعب 8 ماتشات مش قليل برضه يعني. برضه كونه طلع يورجن كلوب اداله حتى لو ماتش واحد شاف فيه حاجه. لا كابتن بص بيعمل ايه في الكوره، اكيد بيشبهني بكانو شويه. عموما كانو بتاع نيجيريا ستايله ده. الزمالك مش متحمس للصفقه، انما برضه يعني لتنفيذ رغبه جوميز، لان جوميز مرنه في ريدنج يعني مرن ريدنج ده شويه، فكان موجود الولد ده فمرنه، فهو قال له اوكي يجي بس يتحط تحت فتره اختبار طويله شويه ويلعب ماتشات وديه ونشوفه. يبقى هو في حاجه عشان كده مش مفيش واحد اجنبي بيجي ويقول له هتقعد فتره طويله اسبوعين يعني اخرها اسبوع، او كمان الاجنبي بيقول لك انا هتعاقد من غير ما انزل الملعب. الانجليزي ان ده ينزل الملعب، لعب منتخبات انجلترا لغايه الشباب، ان هو يرضى ينزل الملعب، او الراجل يقول لك لازم ينزل الملعب 10 ايام. هو لو سليم مستحيل يرضى. برافو عليك، ده يخلص العقد من هناك. انما يوافق ان يجي 10 ايام. والحاجه الوحيده اللي يسمح بها الكشف الطبي، الكشف الطبي ده الحاجه الوحيده. وده ساعات ما بيبينش قوي. لكن كونه هينزل اختبار يبقى هو عارف انه بعيد، عارف ان في حاجه، انما برضه ما دام موافق بقى برضه يعني بيراهن على ده. هو كلام يا ريت انا عارف ان الواحد لما بيصدق لعيب كوره بيجي هنا مصر يستمتع، بيسيبك من اهلي او زمالك احنا بتوع الكوره، فبتصدق حد يجي زي كينو كده. احنا كينو كان في بيرن، بس لما كان بيرن تلعب كنت بقعد اتفرج عشان كينو كان عنده كل الصفات الصراحه، عنده السرعه والقوه والمهاره. لا كان في حته تانية كابتن، خلانا كده استمتعنا سنه كامله، بس كان عنده قوه في الاداء، كان عنده سرعه في الاداء، كان بيجيب جوال هداف. اصل كينو ده جاي من البرازيل، ده فرز تاني يعني تحت المحترفين على طول يعني زيهم شويه بس ده. انما برونو سافيو فاكره بتاع فرز ايه بس؟ لا ده فرز رابع مش خانه. في الفرز اصلا. لا 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 ده كان بتاع الشماسي هناك على في كوبا
كوبا بنانا ده ولا كوبا كبان؟ كوبا كبان. ايوه بنانا كوبا كبان. طب اقول لك على المفاجاه بتاعت بوبانزا. عايزين نعرف بوبانزا ده وصل فين. تفرح رابيد النمساوي بوخارست الروماني الروماني قصدك رابيد فيينا؟ لا ده رابيد بوخارست. في كلام ان الوكيل بتاعه بيتكلم مع الزمالك بيقول لهم لا ممكن ارجعه. لا لان خد بالك الزمالك معاه البطاقه الدوليه بتاعته وفي اصطدام موجود دلوقتي هيروح الفيفا. ففي كلام جاي لنا انه الوكيل وان الزمالك رفض. طبعا برافو عليهم. ايه ده معقوله؟ والله والله برافو. انت بطل ابطال افريقيا، ايه مين اللي اتشرط عليك؟ برافو عليهم والله. حلو بطل ابطال افريقيا. خد بالك دي بتضايق الاهلاويه جدا الجمله دي. ليه؟ بطل ابطال افريقيا؟ ليه ده امر واقع يا كابتن؟ انا ما انا ياما كسبتهم وياما خدنا منهم بطوله، ما يكسبوا ماتش او يكسبوا بطوله. ايوه يقول لك كاس السوبر افريقيا، انما الاهلي هو بطل افريقيا. يعني ما هو الاهلي بطل افريقيا. بيتضايقوا من كلمه بطل ابطال افريقيا. خلاص سحبناها طالما الاهلاويه بيتضايقوا، نسحبها تاني. لا انت انا عايز اقصد لو انت بتقولها بقناعاتك يعني انت بتقول هو في الوقت الحالي كسب بطل افريقيا، فهو بطل ابطال افريقيا. السوبر هو دي تتقال كده شئنا ما بينا. لغايه يوم 20 طب سؤال وترجع لو الزمالك كسب السوبر المصري يبقى بطل ابطال مصر؟ لا لو الزمالك كسب السوبر المصري انا مش هاجي لك لمده اسبوع عشان تنفي الحلقه. هاجي اعمل ايه؟ يبقى بطل ابطال مصر؟ السوبر المصري؟ مع ان الزمالك في الثلاث بطولات المصريه ما كسبش واحده فيهم. وداخل بالكارت الذهبي. يبقى بطل ابطال مصر نفس الفلسفه بتاعتك؟ لا 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 برافو عليك. بطل السوبر يبقى بطل السوبر عادي. بطل السوبر عادي. انت كلمه بطل ابطال افريقيا انت محق من يرددها؟ لا طيب يعني بتتقال لقصف الجبهات والجو ده. طبعا بطل السوبر مش بطل ابطال افريقيا. بطل ابطال افريقيا وبطل دوري ابطال افريقيا. يعني الاهلي هو بطل ابطال افريقيا لان اسمه دوري ابطال افريقيا ابطال الدوريات. والموضوع مش اهلي وزمالك. الزمالك السنه الجايه ان شاء الله يلعب دوري ابطال افريقيا وان شاء الله يكسب لقب ويكسب اكتر من لقب. لكن مباراه السوبر مش مباراه تتويج بطل ابطال قاره. يعني اتلانتا مثلا لو كان كسب ريال مدريد في السوبر كان يبقى بطل ابطال اوروبا. يعني وجهه نظر. بس الحاجات دي انت عارف بتتقال في اطار يعني كده بلاش نقول الزمالك او الاهلي. لو سيراميكا كسب السوبر المحلي يبقى سيراميكا بطل ابطال مصر؟ لا ما انت جبتها لي صح. لا يبقى بطل السوبر. يبقى بطل السوبر صح. طب انت مع قرار ان بوبينزا ما رجعش؟ لا برافو عليهم. اصل طالما اتشرط ومشي ولا وقال لك لا واتبغدت عليهم. هو راح رابيد بتاع الراجل المدرب هناك ما اقتنعش بيه، الجو ما عجبوش هناك، فقال لك ايه ندق في الزمالك تاني. فاكر ان الزمالك ده مستنيه او مركز شباب سوريا يعني؟ لا برافو عليهم لان الزمالك خد خطوات جاده في مساله مقاضاه اللعب. خلاص والزمالك هي دي الهبه اللي بترجع شويه بشويه للزمالك، ان مش اي حد يعدي يقول له تعالى العب. بكلمك بجد ياما ناس كتيره جم مش مستوى الزمالك، مش دول اللي يمثلوا الزمالك. هل ممكن يا وليد يبقى حد اخطا وراح مضى في نادي يرجع؟ يعني انت بالسيناريو ده لا، يعني بالسيناريو ده مش هينجح. ما هو بص في حاجات في العقود ممكن تتغاضى عنها، بنختلف على بند، بنختلف على بتاع، فسيبك وامشي بعد كده تيجي تتكلم معايا. زي ما وارد كده ان الزمالك مثلا يجيب القندوسي، وبمناسبه القندوسي انا متوقع انه ممكن يروح الزمالك لو الاهلي حتى باعه للفريق تاني، لان يعني الزمالك كان متمسك بيه وعايزه. وبالمناسبه الصباح كان صباح مرير كان صباح بين الاهلي والزمالك على الصفقه. وانا ما بفترضش حسن النية في تصريحات القندوسي. يعني بالطريقه دي بالاسلوب ده بانه اصلا ما كانش الموضوع مطروح، فقرر هو واخد قرار. الموضوع مش بتاعه هو ده عشان يعمل حاجه ما تخصوش حاجه ما تخصوش وقصه يعني. فهو واضح انه عنده تارجت انه يخلص القصه مع الاهلي. فانا ما استبعدش انه يلعب في الزمالك. وبالمناسبه قندوسي فنيا يفيد اي فريق ولاعيب كبير. يعني قندوسي وناصر ماهر وعبد الله سعيد في نص الملعب كبير. ده كلام برضه. ده بقى اللي هتبقى الصفقه. لا لعيب كبير. الصفقه اللي في الجول للزمالك يعني. قندوسي بستايل اداء الزمالك ده بالمجموعه اللي حواليه بس ما نجحش في الاهلي. هو ما لحقش برضه ياخد يا كابتن. لا يعني لا خد. لا لا ما لحقش. انا خد وراح ورجع وراح ورجع وراح. ما لحقش. انا قلت لك هو كان جاي الاهلي معلم. من الكابتن ده مفنش معلم. حتى امام لما راح كان هيبتدي يبقى معلم. قعد شويه. قندوسي لعب في الاهلي نص موسم، جه في يناير مشي في نهايه الموسم. خد بالك. واتعار السنه واتجدد له سنه. ده هو جه في يناير السنه اللي فاتت.
انا معاك كمل للاخر لان انا ببقى جوه وعارف تلاتة يعني ايه لعيب يقعد 6 شهور في نادي يناير 23 انا عارف سلوكه ايه جوه هو لا هو يناير 3 لعب بعض المباريات وهو ماشي كمان كان تألق كان جايب جول تقريبا كان عامل شغل يعني انا شايفه كان قبل ما يمشي على طول كان متألق يعني وراح اتألق لا وبعدين الاهلي كولر ما رضيش بالظبط تمام كده ممكن ما يكونش كولر برضه لا ليه بص يا كابتن انا هقول لك على مش كولر ليه اللعيب اللي يجي وما يندمجش مش كولر ليه ايه مش كولر ليه انا بقول لك في ساعات افعال وفي رغي جوه في اوضه اللبس ولعيب حاسس بنفسه انا بكلمك جوه بيبقى حتى لو انت بتكلم الكوره بس مش ماشي في الجو بتاعنا فما بيلعبش كتير تصرفاته مع الفرقه بدليل ان التصريح ده هبت بس الاهلي ما سابوش الاهلي اعاره حلو ما هو عشان لعيب كويس وكان المفروض كويس. يرجع لولا التصريحات دي يعني كان هياخد سنه ممكن كان يرجع بسهوله ممكن يعني كان هياخد السنه دي مع انا برد الاول على سؤالك بتاع انه يعني ما عمل ايه مع الاهلي بقول لك لعب كويس انا كنت شايفه ما كانش يكمل ايوه مشي ليه ما هو مشيانه ده علامه استفهام ان كولر طلب انه يمشي لانه بيدافعش كويس حلو ما بيدافعش عشان كان جاب موديس يعني كان في صفقات اجنبيه كانت عايزه تتسجل فكان لازم برضه انا بقول لك فيها 40% الولد ممكن يكون بيغري في اوضه اللبس بيتكلم كتير مش عاجبه الحال وانا دايما شايفه حتى هو قاعد احتياطي في الاهلي قلبه الوش باينه واللي طلع الـ الـ طب الـ طب الموسم اللي بعديه تألق هو توقع مليار في المية هو قصر استحاله خلاص اتعلم عليه جوه النادي ما تعرف سلوكه ايه ويقول لك ده في الدكه بيرغي ويتعب سلوكه أيوه مش لازم سلوكه يبقى وحش قلبه الوش لوحدها دي سلوك سيء ما سمعناهاش يا كابتن ما انت ممكن ما تحسهاش بس جوه يعني برونو سافيو ما جيمش اتقال ان هو بيصدر للعيبه حاجات دايما سلبيه وان هو كانوا هيجيبوا لعيب برازيلي وكلموا سوزا البرازيلي المهاجم قال له ما اعرفش ايه حواديت كده وحتى لما مشي طلب الاهلي فلوس وراح للفيفا يعني بص يا كابتن اللي صرح تصريح زي ده في وقت زي ده وهو مش التصريح بتاعه اعرف ان هو من جوه مغلول من الاهلي وانا بقولها لك انا كلامك لعيب كوره يعني هو جه نجم زي ما انت بتقول انا مثلا هل من حقه كلاعب ولا مش من حقه برضه هل جه هو جه نجم قعد 6 شهور شويه ما خدش فرصته كامل بعد فوق الاهلي بيمشيه فراح تألق جدا مع سيراميكا كان ليه دور مهم جدا في مع سيراميكا الحياه السنه دي من حقه يغل ولا ما يغلش اتوقع انه يرجع ما رجعش برضه بيغيروا المره الثانيه من حقه يغل في حاجه واحده ينزل الملعب ضد الاهلي ويجيب جون واثنين وثلاثه ده حقه عمل برافو في الاهلي كذا مره انما تغل تطلع تشكك في ذمم الناس وتتكلم عن النادي اللي اواك والنادي اللي اشتراك لا ما احبهاش بس هو يا كابتن انزل كسر الدنيا في الملعب ايوه بس هو كان جاي يلعب اهلي وكان الزمالك عايزه النادي جميل ايوه هو مش عارف يعني ايه الاهلي هو جاي فاكر ان هيجي يلعب وحط رجل على رجله ما يدافعش ويقف قدام ما فيش الكلام ده يا كابتن عبد الجليل فضل. هي ملهاش تبرير الا انه قاصد يعمل ده عشان يفك ارتباطه مع الاهلي في اشك من كده يا دكتور واذا كانت اذا كانت نهايتها انه هيلعب في الزمالك فانا شايف ان هتبقى يعني حركه ذكيه من نادي الزمالك اذا هم او من قندوسي نفسه انه يكون متارجت الزمالك وده وارد جدا زمالك بقى او بيراميدز بس انا يعني انا حاسس ان قندوسي هيلعب في الزمالك انا ممكن هنا في بيراميدز وانا اقول لك على حاجه الاهلي مش هيتراجع عن قرار بيعه برضه مهما طبعًا حصل ما خلاص ما هو السياسه ما اللي جاي بيها الاهلي الفتره الجايه مفيش حد يعلو على النادي الاهلي طبعًا ابدا طبعًا فالسياسه اللي موجوده دلوقتي مفيش حد هيهمس بس اللي هياخد قندوسي هياخد صفقه كبيره طبعا وانا يعني هو سيراميكا ما هو مكسب ليه طبعا في الاقرب سيراميكا هو بس الاهلي هو سيراميكا كان بيستعير يعني بياخد سنه بسنه طيب لما يجي الاهلي الحق سيراميكا هو اللي يشتريه والاهلي حق البيع ولا لا مفيش حق بيع مفيش حق في العقد بس الاهلي خلاص عرض للبيع هو الفكره كمان ليه مرتب طب الزمالك يخش ازاي فيها دي؟ لا ما لو دخل الاهلي مش هيرضى لا الزمالك لا ما هو ممكن السيراميكا ياخده اكس ياخده اي نادي وبعدين يروح الزمالك ممكن ده قراءة يعني للموقف لو هو هينفع الزمالك هو الولد نفسه عايز يلعب اهلي او زمالك يعني وقت ما مشي من الجزائر هو عايز يلعب في نادي بحجم الاهلي يعني وفضل الاهلي على الزمالك وقتها طب ما يرمي بياضه ما رماش بياضه ليه على الاهلي يبقى يعمل ايه؟ يلعب يجيب له جون يعمل له اسيست لعب موسم كامل مع سيراميكا كسر الدنيا ومع الاهلي انا بقول مع الاهلي لعب وجاب اجوال لا ما حسيناش بيه امال مشي ليه؟ طب مشي ليه طيب افهم في مكان كتير هو لعيبه كان عايز ما كانش فيه لعيبه لا في نص الملعب كان عايز مودس كان عايز لعيب اجنبي فضوا مكان خد بالك الموسم ده كان عنده بيرسي تاو كان عنده اليو ديانج كان عنده اليو ديانج كان عنده رضا سليم جه في السنه دي هو رضا سليم وكان عنده
مودست دول الخمسة. لا هو كان بين رضا جاي، كان رضا جاي ما كانش بيلعب معاه، كان رضا لسه جاي، كان لسه جاي، فضل المكان ده رضا، هو وصافيو مكانين فضيو. صافيو مشي في يناير وجابوا مودست. وجابوا مودست مكان فاسا السنه دي، مودست ورودا سليم جم ومشي صافيو وكاندوش. صح صح. طيب عندنا عندنا يعني رد فعل الامير توفيق لما عمل الـ على انستغرام الحمد لله وربنا كريم، اللي هو ربنا كبير والحمد لله، وقلنا قصده ايه. الامير توفيق نفسه قال ان هو مش هيكمل في نادي التعاقدات. انا قلت اول ما قريت الخبر ان كلمه اعاده هيكله فيها تقدير يعني للمشوار امير مع النادي، يعني بدل ما يقول عرض قندوس للبيع مع توجيه الشكر للامير توفيق ما اتقالتش كده، اتقالت ايه؟ اعاده هيكله. انا عشان راجل صحفي بعرف وانت بتصيغ ايوه ببقى عارف انت بيبقى قصدك ايه يعني من جوه الكلام، فمش هتعملهم علينا يا جمال يا جبر. اه هو صحفي زينا الصيغه. ايوه زي فانا ببقى جمال، جمال صحفي شاطر يعني. فانا قريت بين السطور الصياغه، الصياغه بتقول كده، اسمها صياغه مش صيغه، اسمها صياغه صياغه. فالصياغه مكتوبه ان امير توفيق هو نفسه قال ان هو هيترك لجنه التعاقدات وان هو هيكمل زي ما انت توقعت يا كابتن في لجنه في شركه الكوره. انت يعني جاي تضحك على زكي بشيكها؟ باينه. طالما ما جابوش اسمه في القرار يبقى هيخش في حته تانية. عايز انا عايز اختم ببرموش، انا لازم اختم، عايز اختم برايك في مرموش واللي عامله. ولد ولد ربنا يكرمه. هتخيل هداف الدوري الالماني؟ الواد بيعلى يا كابتن سنه عن سنه. السنه دي مكسر الدنيا. يا عيني اتظلم معانا في الفتره الاولانيه بعد ما جاب جون ليبيا وبعدين وقع فتره، فاكر اول جون ليه في ليبيا؟ تعرف ما راحش الاولمبياد؟ ده جيل اللي كان مع كابتن شوقي غريب. لا كابتن شوقي ما استدعوهوش، فدي كانت غريبه. انا كنت قريت له حاجه كده، كان يعني متضايق جدا. خد بالك ان الولد ده مشواره قوي جدا. الله يمسيه بخير. كيروش بصراحه هو اللي جابه واداله واصر يعني، اداله في ليبيا اساسي وسجل وحط على التراك بصراحه. تفتكر يا كابتن ممكن يوصل لعب لنا وعبد المنعم؟ كيروش ده اللي جاب لنا اللي اخترع علينا مرموش، واخترع عبد المنعم. هو الاثنين محترفين. ما كانش كيروش عاجبه. اخترع اكرم توفيق تصدق، وعمر وعمر رفعت الله يرحمه. سلاما على كولر اينما كان. اه والله يعني شكرا كيروش. شكرا كيروش. اه والله كل دول طلعوا. ظلمناه كتير يا جماعه كيروش ده، طلعنا كل دول طلعوا في عهد كيروش. الراجل ده فرمانا وانت صح؟ صح؟ احنا اول ماتش ليه بتاع نيجيريا ده فرمنا، قلنا ايه التشكيل ده وايه اللي خرب بيت كده، فاكر؟ اه فاكر. دلوقتي بنقول ولا يوم من ايام. وتاني ماتش واول نيجيريا حب يهاجم. لا بس هو كان بيجود يوم كان عبد الله السعيد بيلعب. تاني ماتش عمل الستاره. ده حقيقي. النني وحمدي فتحي باين والسولية. والسولية عمل السيطرة. تفتكر مرموش ممكن يوصل شوية ليفربول؟ اه ليفربول وارسنال وتوتنهام في كلام، واخر كلام طالع انه بايرن ميونخ كمان بيفكر فيه. الراجل المدير التنفيذي بتاع بايرن لما يقول تصريحات على لعيب اعرف انه خلاص حط تحت السبوت. كابتن اجوانه كلها لما بيعوز حد في المانيا زي الاهلي كده لازم تتشقط على طول. فلا مرموش السنة الجاية ان شاء الله باذن الله في كلاس اي في اوروبا. لا تخيل لو بيلعب في ليفربول هو وصلاح مثلا، نبعت له مصطفى محمد ويبقى كده الثلاثي بتاع منتخب مصر. كابتن عبد الجليل شرفتني ونورتني. انت حبيبي ربنا يكرمك. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا دكتور وليد الحديدي شرفتني ونورتني. بشكرك شكرا جزيلا. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بكره ان شاء الله في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.